بحكمي كمهاجم ونعرف يعني كيما نقولوا التخمام تاع لي ديفونسور سونترو. شوف مدني لي بون في الجوتات، مدني عنده ان تري بون رولونس في لا كوفرتور. المشكل الواحد اللي عنده اللي هو لو ان كونتر ان، في لو ان كونتر ان مدني الي ان بو لور باسكو سي دي بروفايل. لا غالب عليك سي دي بروفايل. انا نظن باللي مدني ما يقدرش يلعب مع ماندي، لان ماندي ليس باللعب اللي ياخذ كاريمون لافون سنتر ياخذو اون شارج. ليدا مدني وقتاش لقى صعوبات مدني؟ لقى في الان كونتر ان صعوبات في الهدف الثالث، باسكو الهدف الاول غلطه تاع ابراهيم من بعدها ولات موفي ديجاجمون ما نقدرش نلومو باسكو يا بالك ان بيتي روبون ولا. مي الهدف الثاني والثالث سي لو ان كونتر ان. وشفنا مدني علاش كي تشوف ان جوار يركول صافي دير يهرب لا كونفرونطاسيون. سي دي بروفايل. حنا ما نقولوا مداني ماهوش لاعب، نو او كونترير. انا بوتيتر جوري مي انا ليا كان نغيز بيسك المدرب المساعد اللي هو نغيز ويعرف البطوله الجزائريه، انا ليا كان يسبق ببلعيد اللي هو عنده خبره شويه في لاكوب دافريك، كان في قائمه كاس افريقيا، كان في القائمه ودا لا كوب دو لاكاف، لعب كونتر الاهلي في السوبر كوب، اكتسب هذيك الخبره اللي تخليه هو ما يلعب لقاءات كيما هادو. ولا يعني او ديبار ابراهيم نقاطعك هنا. انا نظن انه بحكم انه يلعب بالرجل اليسرى، يعني مداني يلعب يعني كان عنده افضليه انه يدخل في على بالعيد، افضليه على بالعيد انه يدخل من جهه مدافع محوري ايسر. هذا الشيء اللي خلى المدرب ربما يخمم في هذا الكوتي. ولكن انا شوف انا جو بلان با مداني او كونترير. شوف الى غاني دي ديال عنده اون بون رولونس شفناها، مازالت لو كيما يقولوا في لو ان كونتر ان سي دي بروفايل. قلتها لك باسكو كي طيح مع لي زاتلا كونتر افريك دو سود هادو يديروا 73 كيلو سو رابيد، يضربك الاولى راح سي بون. مي ما نقولوا بور ان ديبي انا جو بونس بلي دار اون بارتي اونيت، دار اللي عليه وخرج الماتش تاعو. لا اكيد نضيف شيء اخر بنور. احنا ماناش نلومو في مدني انه اخطا ولا مدني ستان ستوبر ماهوش اريا لاتيرال اللي باش نلومو على الكوتي. انا قلت لك مقبله في التغطيه، احنا الان في التغطيه لما تسيب لاعب مهاري ولا لاعب اللي يلعب بالرجل اليسرى في الجهه اليمنى يلعب بالجهه اليسرى، لازم يكون عندك واحد ولا اثنين. اي لي مدافع في العالم واحد ضد واحد ويكون في هذيك الوضعيه راح يعمل واش عمل مداني. انا ديفونسور في الهدف الثاني صعيبه، في الهدف الثاني والثالث ابراهيم باسكو على الهدف الثاني جو بونس كانت اون موفيز كوف ماشي موفيز ليكتور. نقول لك علاه شت لا باس اون بروفوندور الشيء اللي يلام عليه ابراهيم في التغطيه. الشيء يلام عليه لا ابراهيم كذا في التغطيه، واللي يلام عليه انه يخلي كثير لي زيسباس، وهذا الشيء اللي تخلي 3-4 متر اللي صعب عليه لانه المهاجم لما تخلي له خلاص يعمل فيك لما تصغر له راح تشتت له افكار، راح تخليهش ما تخليش يخمم واش يعمل بالكره. لهذا انا نظن هذه الاشياء، ولكن اشياء بسيطه وراح يديرك تتصحح يعني تتصحح مع اكيد. بلاطة يتمنى لكم رمضان كريم. شيبس لوكس يتمنى لكم رمضان كريم. مجمع زيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.